السلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد أشرف، هكمل مع حضراتكم الدبلومة الخاصة بشرح وحدات تنقية مياه الشرب. في الدبلومة الخاصة اللي احنا بنشرحها بنشرح محطة تنقية مياه الشرب، بنشرح الوحدات الخاصة بالتنقية. الفيديو اللي معانا النهاردة هنتكلم عن الكلاري فلوكيليشن تانك، والكلاري فلوكيليشن تانك هو بديل لخزانين شرحناهم الفيديو السابق، وهو بديل لكل من خزان الفلوكيليشن تانك والسيديمنتيشن تانك. قلنا خزان الفلوكيليشن هو خزان لإتمام التفاعل بين الشابة أو المادة المروبة والمواد والشوائب اللي موجودة والكائنات الدقيقة اللي موجودة في مية الشرب، وبعد ما بيحصل التفاعل بندخله في الحوض الثاني اللي هو حوض الترسيب عشان يحدث الترسيب. طيب، الكلاري فلوكيليشن تانك او الكلاري فلوكيليتور هو خزان بيحدث فيه العمليتين مع بعض، يعني بستبدل الخزانين او عدد الخزانات في المرحلتين دول بخزان واحد. طيب، الكلاري فلوكيليتور هو خزان بيحدث فيه الاثنين. طيب ازاي؟ اول حاجه بيجي او بتيجي الميه من الفلاش ميكسينج تانك الى حوض الكلاري فلوكيليتور. جه منين؟ من الفلاش ميكسينج تانك، او زي ما قلنا قبل كده من غرفه التوزيع، وممكن الحوض ده يحدث فيه الفلاش ميكسينج تانك. طيب لو مثلا الميه جايه من الفلاش ميكسينج تانك، كانت بتيجي من الفلاش ميكسينج تانك بتخش في الفلوكوليشن تانك، لا هنا هتخش على الكلاري فلوكوليتور. ادي المايه بتيجي بتخش من هنا، بتبدا المايه تطلع وتبدا تدخل في الخزان الداخلي. ادي شايف الخزان الداخلي اهو اللي انا بعمله تهشير اهو، ادي الخزان الداخلي ده الخاص باتمام التفاعل ما بين الشابة او المادة المروبة وما بين الكائنات الدقيقة او المواد الشوائب اللي موجودة في المية. طيب المية بتبدأ تخش من هنا، وعقبال ما تبدأ تنزل المية بتاخد وقت من تلت ساعة لساعة الا تلت. يبقى الخزان الداخلي ده اللي انا بخططه ده هو بديل للفلوكيليتور او الفلوكيليشن تانك. طيب بتقعد فيه الميه من تلت ساعه لنص ساعه او لساعه الا تلت، بعد كده الميه بتبدا تنزل من هنا وتبدا تخرج وتبدا تحدث عمليه الطفو. اول حاجه باندفاع الميه لاعلى بالمنظر ده، طبعا الميه عايزه تمشي من من قطر الداخلي او من جوه الحوض للخارج، وفي رواسب عايزه تنزل. الرواسب عايزه تنزل مع دفع الميه، هيحصل محصله في الاتجاه ده الافقي والراسي، هتبدا الرواسب تتكون على الارضيه المايله الخاصه بالكلاري فلوكيليتور، والميه هتبدا تخرج من الهضار بالمنظر ده من هنا ومن هنا، وهيحصل التجميع بتاع الميه النظيفه. طيب الشوائب اللي نزلت او السلاج او الروبا بتبدا تتجمع وتنزل، الكثافات دي بتبدا تشتغل، تبدا تنزلها في الهوبر بتاع السلاج، ومن هنا نعمل عملية ماسورة سحب، ماسورة خروج الحمأة أو الرواسب أو السلاج بنسميها الروبة. طيب الديزاين كرايتيريا بتاع الكلاري فلوكيليتور في الكود قال بالنسبة للجزء الداخلي أو الخزان الداخلي زي ما قلنا الخاص بمنطقة الترويب أو الفلوكيليتور الخاص بمنطقة الترويب، مدة المكوث من 20 إلى 40 دقيقة، عمق المياه الدبث بتاعه من 2 ل 3 متر، السرعة المحيطية للتقريب في حدود 3.1 متر على الثانية، 3.1 متر على الثانية. ركز معايا في السرعة دي علشان الحوض بتاع الترسيب هيبقى 3.1 متر على الدقيقة، هنشوفها دلوقتي. طيب نكمل. سعة حيز الترويب من 15 ل 25% من السعة الكلية. طب بالنسبة بقى لمنطقة الترسيب، لا يزيد قطر الحوض الخارجي عن 40 متر، الدامتر الأوتر ما يزيدش عن 40 متر، مدة المكوث المية كان في منطقة الترويب الخاصة بالفلوكليتور من 20 ل 40 دقيقة، هنا من ساعتين لثلاثة. طب معدل التحميل السطحي اللي هو السيرفيس لودينج ريت، السيرفيس لودنج ريت اللي هو الكيو
بتاعتي على المساحة اللي هي باي دي تربيع الأربعة من 20 لـ 45 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. طبعا أنا بشرح بسرعة في الجزء ده علشان احنا شارحين الكلام ده بالتفصيل، تمام. معدل التحميل على الهدار اللي هو الوير لودينج ريت، الوير لودينج ريت 200 ل 300 متر مكعب لكل متر طولي في اليوم. ايه الفرق بين الاثنين؟ معدل التحميل السطحي، يعني شايف انت المساحة، او تعالى نقولها بقى هنا، ده البلان بتاع الحوض الدائري. المتر المربع الواحد بيعمل عملية تنقية ل 20 ل 45 متر مكعب مية في اليوم. اما معدل التحميل السطح الهدار، مش قلنا المية بتخرج من هنا، من الهدار من هنا يمين وشمال بالمنظر ده، المية بتخرج من هنا يمين وشمال، او بتخرج من جنب واحد يمين بس، يعني على حسب المكان بتاع خروج الهدار اني جنب، تمام. طيب تعال نشوف الحتة دي، المية بتخرج بقى من كل جنب في الهدار بالمنظر ده، وبعدين ميل المية بيبقى في اتجاه واحد للخروج. ده اسمه معدل تحميل الهدار، اللي هو المتر الطولي ده محيط. المتر الطولي بيعمل على تنقية كم متر مكعب مية في اليوم؟ من 200 ل 300. لا تزيد السرعة القطرية عن 3 من 10 متر على الدقيقة، أو 30 سم على الدقيقة، على عكس السرعة اللي موجودة في حوض الترويب 30 سم في الثانية. ميل القاع، ميل القاع بتاعي، الميل ده الميل بتاع الأرضية، من 2 لـ 4%، ويكون اتجاه الميل ناحية الهوبر اللي هو حيز تجميع الرواسب. ماسورة سحب الحمأة أو الروبة لا تقل عن 150 ملي. سرعة المية في المواسير الخارجة من 5 من 10 لـ 7 من 10 متر على الثانية. ده ديزاين كرايتيريا اللي موجودة في الكود الخاصة بالكلاري فلوكيليتور أو الكلاري فلوكيليشن تانك. عرفنا آلية العمل وعرفنا الديزاين كرايتيريا. طبعا الديزاين كرايتيريا دي شارحينها بقى في الدبلومة بالتفصيل. أنا المفروض الديزاين كرايتيريا دي بتبقى أنت حافظها، أو يعني بتحط الرينج بتاعك وتبدأ تشتغل. يعني مثلا تعالى هنا في السيرفيس لودنج ريت قال لي من 20 ل 45 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. فانت عندك السيرفيس لودنج ريت ممكن تعمل لها فرض من رقم من 20 ل 45 اللي هي بتساوي الكيو اللي عندك على الاريا توتال. من هنا حضرتك جبت التوتال اريا، تعمل اسامبشن للعدد، جبت القطر بتاع الخزان وهكذا، تمام. اتمنى الفيديو يكون بسيط وافادكم ولو بقدر 1% حتى، وحضرتك تبدأ تعمل سيرش عن موضوع بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.